العالمي للإذاعة. والحقيقة إن الإذاعة المصرية من أقدم ومن أعرق الإذاعات اللي بدأت قبل حاجات كتير وقبل إذاعات كتير، مرتبطة في ذهن كل واحد فينا بذكريات وبرامج وأصوات لمذيعين. لكن يمكن تحديدا أول جملة اتقالت في الإذاعة المصرية هي هنا القاهرة، مين فينا ما بيسمعهاش لغاية النهاردة في إذاعة البرنامج العام؟ القوة، أيوة القوة، والطريقة اللي بتتقال بيها وتبقى دي الجملة الافتتاحية محدش أبدا يمكن تعرفي تقوليها؟ اللي عمري ما هعرف أقولها زي يعني الإذاعي الكبير أحمد سالم اللي قالها في وقت شبهه؟ لا ما تجيش، لكن عارف أقولك على حاجة افتكرتها بمناسبة الطريقة بمناسبة الطريقة بس هقولك وهجرب إن أنا أقولها ماشي. يعني بس انت كمان هتقولها. خلاص. كانت أبلة فضيلة بتحكي على بداياتها قبل ما تاخد برامج الأطفال ان ما كانش بينفع انها لما تيجي تقول جملة جد زي كده او تقول هنا القاهرة صوتها طفولي وصوتها بريء وصوتها ناعم، فعشان كده لا يعني انت لازم تروحي في حتة تانية. فقعدت تحكي على يعني ربنا ازاي ادى حتى قدرة وتميز للأصوات ان كل صوت يقدر يتوظف في حتة معينة ويبقى ناجح جدا ويعلم مع الناس. وعشان كده احنا مرتبطين بمذيعين الراديو من زمان جدا، كل واحد نوستالجيا بقى ذكرياتنا نحكي فيها دلوقتي. انت ما تعرفش شكل المذيع اللي انت مرتبط بيه هو ايه، لكن صوته في ودنك. يعني كانت اكيد بقى ماما وبابا لكل واحد فينا دلوقتي، زمان لما كان يشغل الراديو ما كانش لسه فيه بقى موضوع انك انت الصبح تصحى على التلفزيون، كان التلفزيون بيشطب الساعه 12 كده، فانت تصحى على البرنامج بتاع الراديو معين يشغلوه في البيت فالصوت في ودنك. يمكن بعدين لما بدا يبقى معانا انترنت وبرامج تستضيف مذيعين الراديو الكبار اللي احنا ارتبطنا بيه ابتديت تشوف ايه ده، هو ده اللي انا كنت بصحى على صوته، هو ده اللي انا كنت مرتبط بالبرنامج معاه. لكن ارتبطنا بيهم وكانوا في وجداننا بس من اصواتهم. ف هنا القاهرة. هنا القاهرة. أيوة. أيوة. طيب هو قعدت أدور أنا على تاريخ الإذاعي. تمام. هو إحنا النهاردة 90 سنة. 90 سنة إذاعة. تمام. إحنا أول إذاعة في الوطن العربي كله. في الشرق بالزبط. الأوسط في الشرق الأوسط كله. هو الإذاعة ابتدت بشكل عام للناس تقدر تسمع الراديو في أمريكا سنة 20. كان في قبل كده يمكن سنة 16 أو قبل كده، لكن بشكل عام سنة 20. مصر 34، بعدين تونس 35، السعودية يمكن 65 أو 66. لكن الراديو كمان من الحاجات الجميلة جدا جدا. وعلى فكرة في ناس عاملة دراسات عن تأثير الراديو على نفسية المستمع، تأثير الراديو على نفسية المستمع. المستمع يرتبط عاطفيا بالراديو أكتر من التلفزيون، رغم أن التلفزيون بيشوف الناس صوت وصورة. تمام. بس لما يتابع برنامج في الراديو خياله يبقى اوسع، خياله يبقى اكبر. انت بتشوف بتسمع بني ادم انت ما تعرفش شكله، فانت بتعرف بتبقى انت بتعمل شكل للشخص ده في خيالك انت وفي وجدانك، ملوش علاقه بالحقيقه. يعني ممكن تتخيل ان الشخص ده صوته لطيف وكده، ده هو جميل وجايب شعره على جنب ومش عارف ايه وبتاع ايه، ولو شفته في الحقيقه تقول يا ريتني ما شفته، انا كنت عايش في خيال وكأنهم جابوا لي واحد غير اللي انا كنت بسمعه. الحاجات الغريبه برضو لما تسمع لما مثلا تبقى دلوقتي الراديو بقى مقتصر شويه على فكره العربيه، تسمعه في العربيه او في الميكروباص او في الاتوبيس، ففكره المواصلات غريبه جدا ان انت لما تجيب مثلا حاجه تشغلها انت في عربيتك وتسمعها تبقى عادي الدنيا ماشيه معاك، لكن لما تسمع حاجه فجاه في الراديو انت بتحبها تلاقي نفسك مبسوط اكتر. ودي حاجه من الحاجات الغريبه. طب ما الحاجات اللي بيقدمها الراديو دي النهارده كلها ممكن اجيبها على فلاشه ولا اجيبها على سي دي مدمج او اي حاجه، لكن النهارده بقت تتجاب لما بتسمع حاجه تلاقي نفسك مبسوط اكتر. فالراديو على فكره حاجه جميله جدا جدا جدا. الناس اللي اشتغلت في الراديو ارتباطهم بالراديو تلاقيه ارتباط قوي جدا اكتر كمان من التلفزيون. ارتباط بالميكروفون، المناطق الشعبيه يقول لك الحديده دي اللي هي الميكروفون، ده المسمى الشعبي للميكروفون. فالراديو حاجه جميله جدا، ونسمع من اهلنا ارتباطهم بالراديو، ارتباطهم بالبرامج الثقافيه، ارتباطهم بالاذاعات العالميه
يعني تلاقي ناس وانا شفت ده يمكن في شفت في الصعيد تلاقي راجل كبير جدا راجل كبير 70 و80 و90 سنه ومرتبط بالراديو بيسمع اذاعه البي بي سي تمام وهو هو الراجل ده ما بيعرفش يفك الخط مش متعلم لكن مثقف جدا 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 مثقف سمعي من الراديو يعني تلاقي حد فلاح بسيط ما تعلمش ما بيعرفش يكتب اسمه يدوبك بيبصم ولا بيختم بس مثقف جدا 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 اكتر من الشباب اللي متخرجين من الجامعه. طب مين عمل فيه كده؟ الراديو. بيسمع في الراديو كتير جدا مشغل بيحب الاخبار بيسمع اذاعه البي بي سي ويمكن لو انا فتحت دلوقتي وقلت لكم مين يعرف مين جده او تيتا جده بالذات كان بيسمع البي بي سي ويسمع القنوات الحاجات الاخباريه في الراديو كتير هيقول لك انا جدي كان بيعمل راديو الصغير ده كان ترانزستور ايوه ترانزستور ده فتلاقي بس هو لما فتح زمان كان اللي هو الراديو الكبير ده فاكره فيلم عبد الحليم انا بتكلم على ان الكبار تيتا وجده حتى اللي ما عندوش ده كان يبقى حاطط ده تحت جنب المخ ده وهو قاعد دايما يسمع ويفضل يقلب بالبكره دي كده والشباب في الجيش كان ياخد معاه الراديو كان اعتقد مصرحين بالراديو فكان ياخد معاه الراديو. فاكره فيلم عبد الحليم لما غنى مع امال فهمي وكان مامته بتسمعه فبتسمعه في الراديو الراديو ده قد كده وكان يخبطوا له خبطتين على الناصيه على الناصيه ايوه على الناصيه امال فهمي. النهارده عايزين نفتكر معاكم البرامج اللي اثرت فينا وشكلت وجداننا. يمكن مذيعين احنا بنقول لكم بقى من تجربه شخصيه مذيع التلفزيون بيهتم بحاجات كتير جدا مع المحتوى اللي هو بيقدمه. يعني لازم الواحد بيهتم بشكله بيهتم بالمحتوى طبعا اللي هيقدمه صوتك وادائك وطريقتك ومصداقيتك يعني هي عده عوامل كده جنب بعض عشان انا ابتدي اطلع واتكلم مع حضرتك. الراديو بيعتمد على صوته انه يوصل باحساسه مع حضرتك مش شايف المذيع اللي بيكلمك هو ايه فشطارته ازاي اقدر اخليك تحس وتفهم وتستمتع وما تزهقش وما تقفلش الراديو ولا تقلب المحطه اللي انت بتسمعها ازاي. كل دي تحديات على فكره اصعب من مذيع التلفزيون اللي ممكن من انفعالاته من وشه مكشر بيضحك متفاعل معاك بيشاور لك بيكلمك كل في حاجات بتخليك ترتبط بيه لكن الأصعب إن أنا اعتمادي يبقى على الراديو. فتاريخ الإذاعة المصرية تاريخ حافل يعني.